أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عليهم. لا يزال الكلام في الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الفارق الأساسي قلنا سابقا بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. عرفنا احنا الصفات الذاتية شنو؟ اخواني الصفات اما ان تكون صفة للذات، واما ان تكون صفة للفعل. احنا هسه اذا نريد نجرب نطبق يعني عدة امثلة، اقول زيد عالم. شوف العلم، العلم هي صفة لذات زيد. زيد قادر، زيد حي، هذن صفات ذات. بينما زيد قائم، زيد قاعد، زيد نائم، زيد آكل أو شارب، أو هاي كلها شنو؟ هاي صفات فعل. ينام، يأكل، يشرب، يمشي، يجلس، وما شاكل ذلك. لذلك الصفات إما أن تكون صفات ذات أو صفات فعل. الذات الإلهية أيضا لها صفات ذات ولها صفات أفعال. شنو الفارق ما بين القسمين صفات الذات وصفات الأفعال؟ قلنا هناك فارق فلسفي وهناك فارق كلامي. الفارق الفلسفي أن صفات الذات تتصف بمن؟ بعدم الإضافة. الذات الإلهية تكون مصداقا واحدا للصفة الذاتية. صفة الحياة ما لها غير مصداق إلا الله سبحانه وتعالى. صفة القدرة، صفة العلم ما لها غير مصداق. بينما صفة الكلام هذا لها طرفين، لها طرفان. صفة الإرادة مريد ومراد، طرفين لها. صفة الرزق لها طرفان، رازق ومرزوق. فهذا الفارق الفلسفي الذي جاء به الفلاسفة من علمائنا المتأخرين. يقولون صفات الفعل لها نوع إضافة، لها نوع ارتباط، بينما صفات الذات ليس لها إلا مصداق واحد، ما لها اثنينية، اثنينية ما لها. نعم، ننتقل إلى الفارق الثاني. الفارق الثاني هو الفارق الكلامي. الفارق الكلامي كان يعمل به أصحاب المعصومين وعلمائنا المتقدمين سلام الله تعالى عليهم. أصحاب المعصومين سلام الله تعالى عليهم وعلمائنا المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون بالفارق الكلامي، خصوصا الشيخ الكليني من علمائنا المتقدمين، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني كان يقول بالفارق الكلامي. الفارق الكلامي شنو؟ يقول أن صفات الفعل تتصف بالضد. إذا نريد نعرف الصفة الفعلية من الصفة الذاتية، الصفة الفعلية الإلهية أنها تتصف بالضد، والصفة الذاتية الإلهية ليس لها ضد. نقدر نقول الله عالم والله ليس بعالم؟ ما نقدر. فهاي صفة العلم هي صفة شو نسميها؟ ذاتية، ما لها ضد. نقدر نقول الله قادر والله ليس بقادر؟ نقول لا، ما نقدر نقول هيك. نستطيع أن نقول الله حي والله ليس بحي؟ ما نقدر. فهاي صفات ذاتية، إذن صفات ذاتية ما اتصفت بالضد، ما اتصفت بالضد. بينما الصفات الفعلية تتصف بالضد. شو تقول؟ الله رزق فلان ولم يرزق فلان، رزق فلان ولدا ولم يرزق فلان ولد، رزق فلان زوجة صالحة ولم يرزق فلان زوجة صالحة. واضح؟
رزق فلان دارا ولم يرزق فلان دارا، فإذا رزق ولم يرزق، ما دام صفة الرازقية اتصفت بالضد فهي صفة فعلية. الله أمات فلان ولم يمت فلان، أمات ولم يمت، واضح الكلام؟ فإذا هذا الفارق اللي كان موجود عند علمائنا المتقدمين، كانوا يقولون بأن الفارق الأساسي ما بين الصفات الذاتية والفعلية الإلهية هو هذا الفارق اللي كان يقولون به. زين، الفارق الثالث هو فارق قال به بعض علماء العقائد، علماء الكلام. شنو هو الفارق الثالث؟ أن الصفات الذاتية محدودة بعدد معين، بينما الصفات الفعلية لا حد لها ولا حصر أبدا. هسه من نجي نعدد الصفات الذاتية، ايش نلقاها؟ علم، قدرة، حياة، هاي الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية لا عد لها ولا حصر، شنو الدليل؟ أقرأ الآية الكريمة من سورة الكهف، شو تقول؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، شنو معنى كلمات ربي؟ لأفعال الله، للصفات الفعلية. ما قاري الآية؟ وعيسى ابن مريم كلمته شنو معناه؟ فعل الله. فكلمات الله أفعال الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لأفعال ربي، للصفات الفعلية، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. مداد الحبر هو بحر كامل، وإحنا جاي نكتب أفعال الله، صفات الفعلية الإلهية، كلمات الله. يقول هذا الحبر اللي هو البحر هذا راح يخلص، وما تخلص أفعال الله. قل لو كان البحر مدادا، مداد حبر، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. حتى لو تجيب لك بحر ثاني لم يخلص، وأفعال الله ما تخلص. إذن الصفات الفعلية لها عد وحصر، ما لها عد وحصر، بينما الصفات الذاتية لها عد ولها حصر. هذا الفارق الثالث. الأول فلسفي الذي قال به علماؤنا المتأخرون، والثاني فارق الكلام الذي قال به علماؤنا المتقدمون، والفارق الثالث هو فارق قال به بعض العلماء. خوش، الفارق الرابع ما بين الصفات الإلهية الذاتية والصفات الإلهية الفعلية، يقول علماء العقائد يقولون أن الصفات الذاتية قديمة بقدم الذات، قديمة. شنو معنى القديم؟ هو ذلك الموجود غير المسبوق بعدم، ما مسبوق بعدم، ما مسبوق، ما تقدر تقول من هنا ابتدأ، ما له بداية. يعني معقولة الله كان موجود وما كان عالم؟ كان جاهل؟ الله كان موجود ولم يكن قادر، كان موجودا ولم يكن حي، شلون يصير؟ هو موجود يعني حي، واضح؟ فالصفات الذاتية قديمة بقدم الذات، هاي صفات، صفات الذاتية. والصفات الفعلية، الصفات الفعلية حادثة، لم تكن ثم كانت، لم تكن ثم كانت. هذا الفارق الرابع.
خلي نوضح هذا الفارق. احنا ما يعقل ان نقول ان الله كان موجود ولم يكن حيا، كان موجود ولم يكن قادرا، كان موجود ولم يكن عالما. لا لا، هو متى ما كان موجودا فهو حي قادر عالم، واضح؟ بينما الله كان موجود وكان شنو؟ متكلما. الكلام يحتاج له، يحتاج الى طرف شنو ثاني، يحتاج الى طرف ثاني، يعني مخلوق. زي المخلوق ما موجود، كيف يتصف الله بالكلام ولم يكن المخلوق موجودا؟ الطرف الثاني ما موجود. هل كان مريدا؟ الإرادة يحتاج إلى شنو؟ شيء مريد وشيء تتعلق به الإرادة، مراد تقع عليه الإرادة. زين، إذا لم تكن هناك موجودات ومخلوقات فالإرادة حادثة. هيك يريد يقول. زين، هو ايش يبقى؟ نعم، تبقى مسائل أخرى، مسائل الفعل والقوة ما تجينا. المهم، واضح الكلام إخواني؟ فإذا الصفات الذاتية صفات قديمة، والصفات الفعلية هي صفات حادثة. وصلنا إلى مسألة معينة، نأجل نقاشها إلى الدرس القادم. شنو هاي المسألة؟ اختلف علماء المسلمين في الصفات على ثلاثة أقسام. المذهب الأول قالوا أن الصفات عين الذات. المذهب الثاني قالوا أن الصفات زائدة على الذات. المذهب الثالث قالوا أن الذات تنوب مناب الصفات. يا نظرية من هذه النظريات هي التي تكون صحيحة؟ هذا يأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.